فتى أحلام إيمي سلطان يبقى مثلا حد فنان بس مش بيشتغل في الفن، يعني عنده حصة فنية بس ما يبقاش يعني هو شغلته الفن، و يعني يبقى حد متفتح جدا مثقف جدا وبيقرأ كتير وبيسافر كتير، ويعني عنده معلومات كتير عن حاجات كتير مش بس في دراسته أو في التخصص بتاعه، ويبقى حد يعني بيتقبل الغير، بيتقبل كل حاجة، ما عندهوش يعني مش مقفل في أي حاجة.